رمضان أحلى أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان أحلى أيامك باركها. السلام عليكم أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بصحة جيدة ورمضان مبارك سعيد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كتصوموا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي، والله يتقبل منا رمضان صيامنا وقيامنا يا رب العالمين. اليوم كيف ما كتشاهدوا حضرت معكم جوج وصفات، الى عجبتكم بغيتوا تشاهدوا الطريقه والمكونات اللي درت في هذه الوصفات خليكم معايا الى اخر الفيديو. وانا بالنسبه للمقادير عندي هنايا واحد جوج بطاطا هكاك محطوطين، سلقتهم في الماء وطحنتهم على هذا الشكل. عندي هنايا شويه ديال الزيتون هكا مقطع قطع صغار، وشويه ديال السوريمي حتى هو مطحون على هذا الشكل، وشويه ديال البصله محكوكه على هذا الشكل. وغنحتاج جوج فروماجات، انا استعملت هاد الفرماج، نتوما تقدروا تستعملوا فرماج كيري ولا الفرماج اللي كتحبوا، وشويه ديال الكيمون وشوية ديال الزيت هكاك واحد جوج معالق، وغادي نحتاج كذلك الورقة اللي كنستعمل هاد الماركة، نتوما تقدروا تستعملوا الورقة اللي كتفضلوا عندكم. يلا بسم الله على بركة الله، غادي نبدا نخلط هاد المكونات اللي عندي. غندير السوريمي، غادي ندير الزيتون، وغندير شوية ديال البصلة، وغادي نضيف شويه ديال الكيمون، شويه ديال الملح، نديرو غير شويه ديال الملح حيت عندنا ديجا فرماج مالح، نديرو غير شويه، وغادي نزيدو الزيت صافي. غادي نخلطو هاد المكونات مزيان مع بعضياتها، نزيد عليها الفرماج، وشوف حتى هذه ما بغاتش تحل وتحل الله يهديك. وانا غادي نزيدو الفرماج صافي. غادي نخلطوا هذه المكونات مزيان وينسجموا مع بعضياتهم صافي. دابا بعد ما خلطت مزيان المكونات اللي كانوا عندي كون على هذا الشكل هكا، ونحطو على جنب. غادي ناخذ الورقه ديالي، غادي نقطعها على اربعه، نتوما تقدروا تقطعوها على جوج ولا على ثلاثه على حسب البريوات اللي بغيتو، واش يجيكم كبار ولا صغار. انا بغيت البريوات ديالي يجيو شويه صغار، غادي نقطعها على اربعه، على هذا الشكل هكا. وانا غادي ناخذ الورقه ديالي، غندهن شويه بشويه ديال الزيت، وغادي نعمر فيها. غادي نشكل البريوه ديالي على هذا الشكل، صراحه كيجيو رائعين، الا جربتوها لاول مره ما غاديش تستقموا عليها. غادي نزيد ندهن شويه ديال الزيت هكا فوالا، وغادي نقلبها هكا حيت غادي نديرها في الفرن، ومن بعد غادي تشد الشكل ديالها، يعني ما يحتاجش اننا نلصقوها بالطحين ولا شي حاجه،
راه غنديروها غير هكا، وغادي فاش غندخلوها للفرن راه غادي تشد الشكل ديالها كيف قلت لكم. دابا غادي نستمر حتى نكمل الكميه. فوالا بالنسبه للتحليه ديالي، عندي هنايا واحد الحبه ديال الخوخ، شويه ديال العنب المجفف، واحد الحبه ديال التفاح. نتوما تقدروا تستعملوا الفواكه اللي حبيتو، انا هادو هما اللي متوفرين عندي حاليا، وشويه ديال العسل والياغورت الطبيعي. تقدروا تستعملوا اي ياغورت كتحبوه، يعني ماشي ضروري يكون طبيعي. ده انا غناخديت هذا الكيسان غادي نبدا نعمر فيه، غندير شويه ديال الياغورت غنزيد عليه شويه ديال التفاح شويه ديال الخوخ. زيد عليها شويه ديال العنب اللي ما يكونش فيه العظم. ولو غادي نزيد طبقه اخرى ثانيه. الصراحه هاد التحليه كتجي رائعه ولذيذه، واهم من هاد الشيء انها صحيه. ولا كيف ما كتشاهدوا زدت عليها الياغورت، نزيد شويه ديال الخوخ، نزيد عليها شويه ديال التفاح، تقدروا ديروا عليها شويه ديال اللوز، تقدروا يعني نتوما والحوايج اللي كتحبوا، يعني ماشي ضروري انكم ديروا هذا الشيء اللي درت انا، هذه غير فكره فقط. وفوالا كيف كتجي، صراحه زوينه في المنظر وحتى في المذاق كيف قلت لكم. ولا انا غادي نستمر حتى نكمل الكميه اللي عندي. ولا ها هما البريوات ديالي بعد ما ساليتهم، كيجيو على هذا الشكل، ذوقتهم بهذه الطريقه. الصراحه جربوهم راه كيجيو زوينين، نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا لي في التعاليق كيف جاكم. هذه هي التحليه ديالنا كتجي على هذا الشكل. اولا نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفات اللي حضرت معكم، صراحه راه ساهلين. ومن هذا المنبر كنوجه واحد التحيه لواحد المتتبعه ديالي، قالت لي وانو ديري لنا شي شهيوات هكا ساهلين ماهلين باش نبدلو بهم في هذا الشهر الكريم. وهاني لبيت لك الطلبيه ديالك، وكنسلم عليك من هذا المنبر. وكنشكر بزاف بزاف الناس، كاع الناس اللي كيدعمونا وكيصيفطوا لنا الخاص، كيشكرونا وكيشجعونا، وكنشكرهم بزاف. وكنرحب بالناس اللي دخلوا معنا الجدد في القناه، كنرحب بكم. ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء اللي كنقدمه لكم ينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الناس الجدد اللي يلا التحقوا بينا، الا مازال ما درتوا الاشتراك في القناه ديالنا، اشتركوا في القناه وما تنساوش تدعمونا باللي لايك. والاراء ديالكم كيهمونا، الا حبيتوا انكم ندير لكم شي شهيوات هكا ولا مهم شي حاجه حبيتوا انكم تقوليها لينا، ما تنساوش تقوليها لينا في التعليق. ونتلاقاو في فيديو اخر. يا رمضان احلى.